والله هسه النفسية محتاجة سفر لدبي، بس هذا بابا شلون يقنع ما اعرف. تخلي اروح احكيه واقيس نبضه واشوف رده فعله شنو. وحبي وحبك مش غلطة وقعتني في ورطة. اقول لك بابا، تلاحظ الناس هاي الايام دا يستغلون الصيف وهاي السوايف، دا يروحون يسافرون دبي يغيرون جو. وانت شنو حاطط جابك استاذ هيمو؟ بس لا تنسى في دبي. لا بابا، انا شكوني ماي دبي، انا الحديقة ماي بيت كافي علينا، بس اكو في الدراسة سمعت عن السفر، اذا اقول لك بيها راح تتفاجئ انت وتنصدم. والله شنو الدراسة مالتك استاذ هيمو؟ الدراسة تقول اللي ما يسافر بين فترة وفترة يصير عنده اكتئاب وحالة نفسية وتعصب ولعبان نفس وكل شيء. والله دا هيك روح اشتغل او روح بيع الايفون مالتك اللي اشتريته قبل كم يوم وروح بيها سفرة دبي. قابل انا لازمك يا ابني. لا اشتغل لا ابيع تليفوني واثنيناتهم مراهمات. تعرف شو بابا؟ اصدقائي قالوا لي مستحيل ابوك يعطيك فلوس على مود تسافر دبي، وانا قلت لهم لا، ابوي راح يعطيني فلوس على مود اسافر دبي، صح لا لا؟ فعلا ما راح اعطيك فلوس، كلام اصدقائك صحيح. وانا هم قلت هيك، المهم ابوي راح اسوي قهوه، تشربها لا لا؟ يسوي لي قهوه. ما شوي تدلل. الله جاي دولي سفرة دبي ولك الحديقة والمنطقة كافية عليك أبو راس المربع.